أسرع حرشة ممكن توجديها للفطور أو الكوتي وحتى لضياف الغفلة وغير في الفران، مستحيل تجربيها وما تعوديهاش. كتجي هشيشة ورطبة، تناولوها مع الرايب ولا مع اللبن ولا مع كاس ديال اتاي قهوة، كتجي خطيرة بزاف في المذاق ديالها. تعمروها بالجبن، تعمروها بالعسل أو المربى، كتجي زوينة بزاف وسريعة في التحضير ديالها. بالنسبة للمكونات، غادي نحتاج 500 غرام ديال السميدة رقيقة، ما يعادل بالكاس ديال العنبة، 3 ديال الكيسان عامرين، والكاس الرابع ما كيكونش عامر كيف كتشوفوا معايا، كيكون كاس ما عامرش. كناخذوا منه واحد جوج معالق كبار تقريبا عامرين، كنخليوهم على جنب. هادو غادي نرشو بهم المقلة اللي غادي نطيبوا فيها الحرشة ديالنا. غادي نزيدو على السميدة الرقيقة خمارة وحدة ديال 7 غرام، غادي نزيدو نص كاس ديال الزيت النباتية، غادي نبسبسو هاد السميدة مع الخميرة والزيت واحد شوية حتى يدخل هذاك الزيت مزيان مع الحبيبات ديال السميدة كلهم كيتشربوا هذاك الزيت. هاد الخطوة مهمة جدا ديروها في الأول. هاد الحرشة كتجي مرملة وكتجي حرشة، يعني كتحسوا بها أنها حرشة ماشي كيك، كتجي خطيرة بزاف. تبعوا الطريقة باش تجيكم حرشة ماشي كيك، كتجي رطبة وهشيشة في نفس الوقت ومرملة. صافي كنحطو ديك السميدة ديالنا على جنب، ما كنبالغوش بزاف، غير حتى كنحسو انها شربات الزيت كنحبسو. كناخدو المقلة الثقيلة اللي كنطيبو فيها المسمن، كناخدوها وكندهنوها بواحد المعلقة صغيرة ما عمرش ديال الزبدة. غادي ندهنو المقلة ديالنا مزيان من الوسط ومن الجوانب، الزبدة اللي كتكون على درجة حرارة المطبخ. بالنسبة للمقلة هنايا استعملت النمرة 5 او 6، مهم مقلة متوسطة. تقدروا ديروا مقلة اكبر من هذه شي شوية على حسب العلو ديالها، اللي بغيتوها تجي شوية عالية وبغيتوها تجي رقيقة كتستعملوا مقلة اكبر من هذه. صافي كنجيبوا دوك جوج معالق كبار اللي خلينا ديال السميدة الرقيقة اللي احتفظنا بهم، هما اللي كنرشوا بهم المقلة ديالنا. ومن بعد كناخدو هذاك السميد كنوزعوه على المقلاة بالكامل تم الجوانب ديالها، وكنزولو داك الفائض ديالو. وحنا وجدنا المقلاة ديالنا، حيت ضروري هاد الخطوة هادي قبل ما تضيفو السوائل للحرشة ديالكم او السميدة ديالكم. وواحد النقطة مهمة جدا هي الفرن، خاصو في هاد الوقيتة انا درتو دابا كيسخن من الفوق والتحت، غير غنسالي غندخلها فرن ساخن. كناخدو دابا الخطوة الثانية، ناخدو بيضة وحدة، قبيصة الملحة، نص كاس ديال السكر او لجوج معالق كبار عامرين، غادي نزيدو صاشي ديال الفاني الا كان عندكم هذاك البودر ممكن تستعملوه، وكنزيدو علبة ديال الياغورت بالنكهة الفانيلا 110 غرام. غادي نزيدو كاس ديال الحليب عامر، القياس بكاس العنبة او الكاس اللي عبرت به المقادير ديال السميدة، وكنعاودو نضيفو نص كاس ديال الحليب، المجموع كاس ونص ديال الحليب. كنخلطو هادشي كامل بالطراب اليدوي مزيان حتى كيندمج لي داك السكر مع البيض والحليب. هنايا بالنسبه للحليب كيبقى على حسب نوعيه السميده اللي استعملتو، كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي لا. غادي نضيفو في الاول هاد الكميه وغنشوفو، الا ما تجمعتش لينا ما حصلناش على الخليط على القوام اللي بغينا، غادي نعاودو نزيدو واحد نص كاس. صافي كنهز هذاك الخليط وكنصبو كامل فوق ديك السميده اللي رملناها في الاول مع ديك الخماره والزيت، وكنحركو بالطراب اليدوي على هذا الشكل. ما غاديش نحركو واحد المده اللي هي طويله، غير باللي ما ديك السميده كلها دخلت مع الحليب والياغورت والبيض. صافي وكنحبسو، كنحركو غير بشويه باش ما نبداوش نطيروا الخليط. صافي هنايا ملي كنحسو بواحد القوام اللي كيكون كريمي بحال ديال الكيك، كيكون ثقيل شي شويه على الكيك، صافي غادي نحبسو وغادي نجيبو المقله ديالنا اللي وجدناها. حيت هاد الخليط ما خصوش يبقى يتسنى بزاف، كل ما خليناه كيتسنى كل ما غادي يبدا يشرب لينا، وغادي خصنا نضيفو له كميه اكثر من الحليب. داكشي علاش كناخدو المقله كندهنوها ونوجدوها في الاول، غير كنخلطو صافي كنصبو الخليط في المقلات. وهنايا اللي بغى مثلا اللي حس بان الخليط ثقيل بزاف ما عطاش هذا القوام هذا، ممكن نزيدو نص كاس بلاص نص كاس الحليب تزيدو نص كاس الماء. صافي كنجيبو الخليط ديالنا وكنخويوه في المقله، كنخويوه في المقله بهذا الشكل هذا، سهله بزاف ما كتاخدش الوقت
والنتيجه ديالها مضمونه وكتجي رائعه وما كتبقايش مقابلها. صراحه كتجيني عمليه وسريعه احسن من هذيك اللي كنبقاو مقابلينها فوق البوطه كنحرقوا يدينا وفيها شويه ديال التماره وكتبقى طير لينا السميده على الفران كامل والبوطاجي. المهم انا هذه كتجيني سريعه وسهله كنوجدها في الفطور في الكوتي حتى الى جاكم ضيافه في الغفله، يعني سريعه ما كتاخدش الوقت بزاف وحتى النتيجه ديالها مضمونه، يعني ما غاديش تحشمك كتنجح من الاول. صافي هنا كنقاد لها الوجه ديالها بالمعلقه كناخدها كنحطها في الفران اللي كيكون سخون. راني شعلته كيف قلت لكم فاش كنت باديه في التحضير ديالها، شعلته من الفوق والتحت غير كندخلها كنقص عليها الفوق والتحت، نقصهم كي كتكون نار متوسطه تقريبا، يعني متوسطه ما تجهدوش بزاف وفي نفس الوقت ما تنقصوش بزاف باش ما تكرمش لينا، حيت حنا خصنا نطيبوها في واحد 10 15 دقيقه 20 دقيقه كاع الا كثرت. هنايا درت واحد الطريفات ديال الزبده غير واحد شويه من الفوق ورشيت بشويه ديال السميده باش يجيني الوجه ديالها محمر اكثر. صافي كندخلها راه ما كتاخذش الوقت نهائيا، وانتم الا خفتوا تشقق لكم الوجه ديالها شعلوا عليها غير لتحت يبان لكم الجوانب ديالها تحمر وعاد شعلوا الفوق. الا شعلتهم في خطره يعني فوق ولتحت في نفس الوقت ونقصت نار متوسطه. صافي هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران، كنحس انها تحمرات من الفوق ومن التحت. صافي كنخرجها كتحيد من المقلب بسهوله، كنقلبها في واحد التبصيل باش نوريكم اللون ديالها او الشكل ديالها من التحت. غادي نقلبها في التبصيل باش تشوفوا كتجي محمره زوينه بزاف، اللون ديالها كيشهي وحتى المذاق ما نعاودش لكم كتجي رائعه. واللي دقة عندكم غادي تعجبو يطلب الطريقه ديالها، صراحه كتجي رائعه وحتى اللي ما كياكلش الحرشه هذه غتعجبو. صافي هنايا غادي نقطعها، غادي نقطعها باش نوريها لكم من الداخل. كتجي خفيفه ورطبه وفي نفس الوقت اللي زوين فيها هو ان كتجي ديك الحرشه مرمله وهكايا بحال مقرم، يعني ماشي من على برا كتكون هكايا مقرمله، ما عرفت كيفاش غادي نشرحها لكم. وفي الوسط كتكون رطبه يعني كتحليها بسهوله بالموس وكتعمريها باش ما بغيتي. هكايا كتناولوها مع هذا بالصيف احسن حاجه كتناولها مع كاس ديال العصير اولا ديال الرايب. ان شاء الله دابا نحط لكم شي وصفه ديال الرايب كيجي معها رائع، الريب كاس ديال الريب بارد في الكوتي، وفي الفطور كنشربوها مع كويس ديال اتاي سخون. هذا هو الشكل ديالها من الداخل ديالها، وغادي نحل لكم كذلك انه راه يمكن لكم تعمروها من الداخل الى بغيتو. انا عاود رديتها للمقله باش كيبان لي اللون ديالها حسن. كتعجبني هكا نقدمها في المقله ديالها نيت فاش طابت. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي لايك وبارطاج الفيديو وشاركوها مع الاصدقاء ديالكم واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. بصحه وراحه مسبقا وشكرا بزاف على حسن المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.